إننا نطأطئ رقابنا لأمر الله وأمر رسوله صلى الله عليه وسلم، فإن دلت رقابنا لأحد فوالله ما دلت إلا لأن الله أمرنا بهذا، وإن امتنعنا عن شيء فلأن الله جل وعلا أمرنا أن نمتنع عنه. هذا هو العبد الحق، العبد الصالح، العبد الذي يعرف عظمة أمر سيده تبارك وتعالى، خالقنا ومولانا، لا رب لنا غيره ولا إله سواه. من براهين تعظيم الله حسن الظن برب العالمين جل جلاله. جاء في الأثر أن موسى عليه السلام سأل ربه: يا رب إني أراهم يقولون يا إله إبراهيم وإسحاق ويعقوب، فعلى ما خص هؤلاء بأن ذكروا معك؟ فأوحى الله جل وعلا إليه: يا موسى، أما إبراهيم فما خير بين اثنين أنا أحدهما إلا اختارني، وأما إسحاق فقد جاد لي بنفسه وهو بغيرها أجود، وأما يعقوب فكلما ازددته بلاء ازداد حسن ظن بي. ووالله من يعرف عظمة الله وسعة رحمته لا يملك إلا خيارا أوحد، هو حسن الظن برب العالمين جل جلاله. نحن نذنب وليس لنا إلا الله يغفر ذنوبنا، نحن نطيع الله بتوفيقه وليس لنا إلا الله يثيبنا على طاعتنا، ولنا عيوب تلبسنا بها وليس لنا إلا الله يسترها. فمن أحسن الظن بربه تبارك وتعالى كان الله جل وعلا له كظنه بربه تبارك وتعالى. والمعنى كما جاء بالحديث: أنا عند حسن ظن عبدي بي، أو أنا عند ظن عبدي بي فليظن عبدي بي ما شاء. ومن عرف الله وسعة رحمته لا يملك إلا أن يحسن الظن بربه. اجتمع أبناء يعقوب عليه شيخ كبير شابت لحيته واحدودب ظهره وعميت عيناه، ومع ذلك يذكر يوسف تولى عنهم وقال: يا أسفا على يوسف وابيضت عيناه من الحزن فهو كظيم. قالوا: تالله إنك لفي ضلالك القديم. تمر أقوال وأحداث إلى أن يقول الله جل وعلا عنهم: قال إني لأجد ريح يوسف لولا أن تفندون. قالوا: تالله إنك لفي ضلالك القديم. فلما أن جاء البشير ألقاه على وجهه فارتد بصيرا. ماذا قال لهم؟ ذكرهم بحسن ظنه بربه. قال الله: قال ألم أقل لكم إني أعلم من الله ما لا تعلمون. اذهبوا بقميصي هذا فألقوه على وجه أبي يأتي بصيرا، وأتوني بأهلكم أجمعين. ولما فصلت العير قال أبوهم إني لأجد ريح يوسف لولا أن تفندون. قالوا: تالله إنك لفي ضلالك القديم. فلما أن جاء البشير ألقاه على وجهه فارتد بصيرا. قال: ألم أقل لكم إني أعلم من الله ما لا تعلمون. قالوا: يا أبانا استغفر لنا ذنوبنا إنا كنا خاطئين. قال: سوف أستغفر لكم ربي إنه هو الغفور الرحيم. وإنني أخاطب كل مبتلى، والله إن الله أرحم بك من نفسك، وإن الله جل وعلا قادر على أن يغيثك، وأن ما أنت فيه هو خيرة الله، وخيرة الله لك خير من خيرتك لنفسك، خيرة الله لك خير من خيرتك لنفسك. ويحتاج المرء مع ذلك إلى أن يكثر من ذكر الله ويصبر نفسه ويرى
سير الأخيار والأبرار الذين صبروا على ابتلاء ربهم تبارك وتعالى. إلهنا ناداك نوح فنجيته من كربه، وناداك أيوب فكشفت ما به من ضره، وناداك يونس فنجيته من غمه، وناداك زكريا فوهبت له ولدا من صلبه بعد يأس أهله وكبر سنه، وناداك إبراهيم فأنقذته من نار عدوه، وأنجيت لوطا وأهله من العذاب النازل بقومه. سبحان من أيد اليتيم بجبريل ودمر أبرهة بطير أبابيل، يا من هو فوق عباده ظاهر، يا من هو مطلع عليهم وناظر، يا من هو قريب وحاضر. قدمت لكم هذه المادة من فريق جوال الخير.